محسوبنا من أولادك بالله لمو العزوزية هيا شواش لمو العزوزية والملكة في الزاوية القبلية ويسهل الله نعزمو عالفقرة هيا نزورو شيخنا يا فقرة هيا نزورو شيخنا يا فقرة هيا نزورو شيخنا شيخنا وركانا هيا نزورو شيخنا وركانا سيدي علي عزوز يكون معانا سيدي علي عزوز يكون معانا بالله يا سلطان ما تنسانا سيدي علي عزوز نشوفو نبرة هيا نزورو شيخنا هيا نزورو شيخنا يا فقرة هيا نزورو شيخنا يا فقرة سيدي علي عزوز نشوفو نبرة هيا نزورو شيخنا بالعادة هيا نزورو شيخنا بالعادة سيدي علي عزوز يحمي ولادة محلى الحضرة والشمع وجادة سيرة الليل في فوقها يا برا هيا نزورو شيخنا يا فقرة هيا نزورو شيخنا يا فقرة هيا نزورو شيخنا يا فقرة سيدي علي عزوز نشوفو نبرة لاشت لومو قلب كوا لاشت لومو قلب كوا حب النبي فيه الدواء حب النبي فيه الدواء حب النبي يصفي العقول حب النبي يصفي العقول يا ليلانا في حمار وغرامك سباني وغرامك سباني ما صمت الجوار بحداك ما صمت الجوار بحداك يا زينة الأركاني يا زينة الأركاني يا صغير هيا نزور المكة والمدينة المكة والمدينة والضفوف وفي القدوم والضفوف وفي القدوم عارفة وتلاقينا عارفة وتلاقينا الله الله يا الله صلي على النبي راد يا مولانا الله يا مولانا أنا ما عندي صديق أنا ما عندي صديق كان الله مولانا كان الله مولانا ما
الحبيب مولى العزوز الحبيب شيخي وشد علي طبع لي عزوز يا بابا صلي وعلي وزيدوا صلي وعلي.
حملي للقاعة روم ورمي رام يا كبيرة برشا المجموعة المرحوم الجيلاني الملاف العزوزية بقيادة الشيخ رياض الملاف، تحية اليوم عملولنا برشا جو اليوم، يعطيكم الصحة. كنت قدمها لنا سفيان المجموعة هذه، بديت معاها منذ صغري، ذولي من عمري 5 سنين. هي مجموعة المرحوم الجيلاني الملاف، اللي هو يعتبر معناها من مؤسسي، معناها اللي اعتنى بالعزوزية بقيادة الشيخ رياض الملاف، اللي عندي معاه ذكريات حلوة. كما شفتوا المجموعة تضم معناها أجيال مختلفة. قبيلها نحكي الدرساف، معناها من ضمن المجموعة فما الصديق والأخ اللي نعتبره معناها هو اللي يعني اللي اكتشفني، خالد عون اللي أطرني واللي اكتشفني، هو اللي ضمني المجموعة الكبيرة، خاطر كنا وقتها في كورال الأطفال العزوزية. شفتوا الأجيال الكل، معناها من الرجال الكبار حتى معهم خويا، معناها ديما العائلة الكل، معناها عندنا الجو الصوفي متربي معناها في العائلة. المجموعة هذه تمثل معناها مدرسة من المدارس الصوفية الموجودة، كما عندنا القادرية والعيساوية. العزوزية هي نسبة تنسد علي عزوز في زغوان، وهذه طريقة موجودة كان في زغوان. يعني تحية ليهم الكل، تحية أهالي زغوان. تحية ليهم. قل درساف انت ظهر اللي في الدم البندير والغناء، معناتها ما شاء الله في الدم بالحق، معناتها ظاهر. نحب نحيي ايضا فرقتنا الموسيقيه بقياده الفنان نبيل زميل، لانه هذا التزاوج كان جميل جدا بين المجموعه نتاع السلاميه وما بين الفرقه الموسيقيه والوتريه. هذاك علاش حبيت في القطعه نتاع سيدي علي عزوز، اللي هي عاده تتغنى يا في وسط شعبي يعني بالمزود كما اللي نعرفوها، والا بوسط صوفي. اليوم حاولت نعمل كتابه موسيقيه جديده لها القطعه هذه، باش تكون يعني تتعزف في الوسط الوتري والوسط الصوفي. هذاك اليوم صار هالانسجام هذايا، ونحب نتحيه خاصه. والانسجام كان واضح من الشباب ما شاء الله. تحية لكم. نواصلوا توا، باش نواصلوا مع فقرة غني لي.